يعطيك العافية 23/7 احنا دخلنا حاجز فلندا باتجاه مجمع فلسطين الفلسطيني. She's pregnant in her fifth month and she suddenly feels severe abdominal pain, bleeding. It's the life. Every minute is a life for the patient. Any minute we lose his life. اتصلت علي وحكت لي تعالي علي بسرعة على البيان هيك صار واجيت. أول حمل تاني حمل تاني حمل ونزلت وهي كمان مرة بس إن شاء الله لا إن شاء الله. كوني مسعف فلسطيني موجود في مناطق محتلة فهذا إشي يختلف عن أي مسعف في العالم كله. المرضى والمصابين موجودين في الضفة الغربية وقطاع غزة بيكون في هناك دائما طلب انهم يجوا للقدس، فيه افضل الاطباء، فيه تنعمل فيه اعقد العمليات، فيه الخدمات الطبية المتنوعة الممكن هي مش موجودة بالضفة الغربية. في عدد كبير من المرضى ارتفضوا ليدخلوا مع انه العلاج الوحيد الموجود لهم في القدس. خمس اشخاص، اربعة قدس وواحد اللي هو فلسطين. ايش انا حامل؟ تخيل بتوخ عمل سيلكتو عامل بولي ليت ولا بتسرق الشيء كلهم وياه توت ستنتين وهي حامل. She's just calling her friend, I don't know who. It's depending on her input. So we have to wait, delay. Just because she is calling in the phone for nothing. What? It took from Ramallah to here half an hour. Yep, 12 kilometer. So in logic, it should take 15 minutes. I'm Zawi. Are you waiting in the quarantine? How long? Maybe 2 hours. 10 hours. 10 hours. If you see anybody is angry, that's me. He's come back from Ares, like Samer. Samer, are you angry? Not angry. Super angry. لما اصحى الصبح وبكون عندي دوام اللي بيجي في بالي انه في حدا هلا موجود في البلد محتاجني. احنا النقطة الأولى اللي بيجي عندها أي مريض أو أي مصاب. إذا احنا مش موجودين ففي كتير ناس ما بياخدوش فرص تانية في الحياة. لما الواحد ينزل على حاله ويكون الناس كلياتهم متعلقين فيك، أنت كشخص وحيد اللي هو أنت ممكن تنقذ هذا الإنسان وتعطيه فرصة للحياة. أنت ما بتطلع عليه لدينه أو لشكله أو لعرقه أو لعيلته أو للونه أو أي إشي. فهذا هو اللي بيخليني أصحى كل يوم الصبح.